أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الكثير من النساء تقول الأخت يستعملن البرقع والنقاب الواسع عند أدائهن للعمرة أو الحج، وبعض النقاب يظهر الحواجب، فما حكم هذه الألبسة؟ المحرمة لا تلبس البرقع ولا النقاب، نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنها مخيطة على قدر الوجه. ما نهيت المرأة عن لبس المخيط إلا بنوعين، نوع الأول البرقع والنقاب، والثاني القفازان على الكفين، وما عدا ذلك تلبس ما يسترها من المخيطات التي ليس فيها زينة، فلا تلبس البرقع والنقاب وهي محرمة، وإنما تغطي وجهها بالشيلة أو الغطوة التي على رأسها بالخمار الذي على رأسها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الإحرام، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه تستره بالخمار. نعم.